الفقرة الأخيرة من البرنامج عندي لك فيها تحدي، نوري لك صورة وتقول لي أي كوب مليء بالماء أكثر. لاحظوا الآن أنه عندنا 4 أكواب مملوئين بالماء، وكل كوب فيه شيء معين. الأول عندنا فيه مقص، الثاني دبوس، الثالث ممحات، والرابع فيه ساعة. بالنسبة لك من ما هو أين هو الكوب المليء أكثر بالماء؟ المقص. لا، إجابة خاطئة. سويت بالك فيها فخ ولا حبيت نقول المقص؟ قاع كيف كيف. لا مش كامل كيف كيف. قاع كيف كيف. هناك واحد مملوء أكثر منه. تاع الدبوس هذا. نعم، والإجابة صحيحة، لأنه الدبوس هو أصغر شيء ويأخذ مساحة صغيرة في الكاس، فما راحش يبان، فالكاس راح يكون مملوء أكثر منهم كامل. صح، ومنكم نستفيد. مليح، يعطيك الصحة وشكرا لك. بي حفظك وربيعهم. بي. نعم، لأنه نشوف الكوب الأول فيه المقص، والمقص يأخذ مساحة أكثر، بعد ذلك الكوب الثالث فيه الميمحات، والكوب الرابع الساعة، يأخذوا هدو مساحة. أما الكوب الثاني فالأصغر شيء هو الدبوس، والدبوس ما يأخذ مساحة كبيرة في الليل. يعطيك الصحة وشكرا. الله يحفظك على الاستضافة. وش حنقول لك؟ اللي فيه المقص. إجابة خاطئة. المقص يأخذ مكان أكثر. عندك محاولة أخرى. إيش الدبوس. نعم. الكوب الثاني فهو الدبوس، لأنه هو أصغر شيء وما يأخذ مساحة في الكأس كثير. فحيكون الكأس مملوء بالماء أكثر، فالدبوس ما رح يبان. بالنسبة للكوب الأول ولا الثاني لازم تكون نسبة المياه قليلة، لما نضيف هذاك الشيء رح يطلع الكأس. البرنامج هذا ترفيهي. طبعا الأستاذة المقابلة معي كانت زميلتي في علوم الإعلام والاتصال، وأنا أشهد لها بتفوقها ونجاحها. الآن تخرجت ما شاء الله، أصبحت صحفية وتقابل معي، وإن شاء الله عقبالنا وعقبال ما نأخذ الدكتوراه في المجال الإعلامي يا رب، مستقبل زاهر إن شاء الله يا ربي لي وليك. وكان شرف لي أني كان معايا زميل من اليمن. الله يسلمك، الله يبارك فيك. شكرا.